مساءكم سعادة وسكر زيادة في برنامجكم كله بالمصري. النهاردة هنتكلم عن سيناريست عظيم جدا أثر بأعماله في الوطن العربي وفي الأعمال السينمائية المصرية، السيناريست وحيد حامد. غاب عن عالمنا 2 يناير 2021 السيناريست العظيم وحيد حامد. وحيد حامد من أحد عظماء أو كتاب السيناريست العظماء. وحيد حامد الرجل الذي كان يعود دائما، وحيد حامد الراقصة والسياسي، وحيد حامد اضحك الصورة تطلع حلوة، وحيد حامد المنسي البريء الراقصة والسياسي، وحيد حامد اللعب مع الكبار. له كلمات لن تنسى وتبقى في الذاكرة دائما. وحيد حامد من أهم الجمل اللي اتقالت في أفلامه، حاجات كتير هترخص هتبقى بسعر التراب، أنا وإنت والأستاذ وحضراتكم أجمعين، كلمة بحبك عقد، لمسة إيدك عقد. حسين أفندي ابن أبويا الحاج وهدان لا يمكن يكون أبدا من أعداء الوطن. الفرص زي الجزم، لازم تبقى على مقاسك، لا تبقى ضيقة قوي تخليك تعرج ولا تبقى واسعة قوي تخليك تلق. لما الناس بتموت الحياة بتستمر، بس لما الناس بتبعد الحياة بتقف. غريب إن الموت أرحم من البعد، يمكن لأن الموت حاسم إنما البعد في احتمالات. وحيد حامد رجل أثر في السينما كثيرا، فهو كان ينقل البعد الاجتماعي ببعد سياسي. هو ولد 1 يونيو سنة 1944، كان يحب الوحدة كثيرا، وكان كل يومه بيتقضي تقريبا في جراند حياة وكتابة كل أعماله. وحيد حامد آخر الرجال المحترمين. من أهم جمل وحيد حامد، ضحكوا عليك يا سبع الليل، اللي هنا مش أعداء الوطن. عارف يعني إيه وطن يا أحمد؟ وطنك هو بلدك. عدو بلدك له شكل تاني غير شكلك، كلامه غير كلامك، بيرطم بلغة ما تعرفلهاش معنى. عدوك عايز يسرقك وينهبك، ويفرح إذا أنت بس بكيت، ويشبع لما أنت تجوع. كل اللي هنا أهلك وناسك يا أحمد. وحيد حامد له كلمات ستبقى في الذاكرة وستبقى معنا، ولذلك هو الغائب الحاضر. في برنامج كله بالمصري ما كانش ينفع نمر بنقول على رحيل هذا الرجل العملاق اللي أثر فينا كثيرا، وفي كل كلمة كان بيقولها كان بيأثر فينا الحقيقة. وحيد حامد ظاهرة لن تتكرر في السينما العربية والمصرية. أول مرة أقول وداعا وحيد حامد، وبجد أنا كنت سعيدة جدا وشرفت جدا إن حضرت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسعدت بكلماته على المسرح وهو بيقدمه شريف عرفة، وكنت مبسوطة جدا إني أنا حضرت مهرجان القاهرة السينمائي السنة دي. وكنت بقول أكتر حاجة يمكن أثرت فيا إني شاهدت هذا الرجل العملاق وسلمت عليه واتكلمت معاه، لأني فعلا وحيد حامد زي ما قلت هو كان يستحق في كل لحظة تكريم. هو كان بيتكلم بالبعد الاجتماعي والبعد السياسي، محدش أبدا هينسى أي جملة اتقالت فتحك الصورة تطلع حلوة. قد إيه هو بينقل لنا الواقع بمرارة ولكن بشكل سلس وبسيط. كنت أعتقد دايما إنهم ثلاثي أو مثلث برمودا، وجودهم مع بعض كان دائما نجاح ساحق. عادل إمام أستاذنا الكبير الزعيم، وشريف عرفة، والكبير الراحل وحيد حامد. مين فينا ما اتفرجش على فيلم المنسي؟ مين فينا ما اتفرجش على فيلم البريء؟ النوم في العسل، اضحك الصورة تطلع حلوة، احكي يا شهرزاد، الوعد، اللعب مع الكبار، الإرهاب والكباب. هو الراجل ده اللي علمنا نقول احنا هنحلم ولسه هنحلم وبنحلم. الراجل ده اللي علمنا نقول آه وداعا وحيد حامد. مساءكم سعادة وسكر زيادة في برنامجكم كله بالمصري. كله بالمصري لكل واحد قصة نجاحه، قصة النجاح دي مكتوبة باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية وبكرة يجي شايل معاه أمل وفرحة وضحكة وحياة. النهاردة أكيد معانا قصة نجاح، وأكيد معانا ست مصرية جدعة شغلها لا يعلى عليه في الهاند ميد. وانتوا عارفين قد ايه معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالصناعات،
خصوصا في الفترة الأخيرة زي معرض تراثنا. النهاردة الهاند ميد بقى بيمثل شيء مهم جدا خصوصا في الأسواق المحلية والعالمية، لأن دلوقتي بقينا نهتم جدا بالمشغولات اليدوية. معانا ومعاكم حنان عطية، مصممة الاكسسوارز والاكسسوارات للأفراح والتيجان. أهلا وسهلا حنان، عاملة إيه يا حبيبتي؟ نورتي. الحمد لله منورة حبيبتي. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنا عارفة إن أنتي ست يعني من الصناع الهاند ميد اللي دايما بيبتكروا، وعندك دايما أفكار جديدة في الهاند ميد. يعني سايباكي بقى تتكلمي عن شغلك النهاردة وتمتعينا بيه. طب مبدئيا احنا الشغل بتاعي يعني كل حاجة تخص العروسة من الألف للياء، زي الشوز، الكوتشي، الطرحة بجميع أشكالها، التاج، الهربيز. انا عايزه الكاميرا بتاعتي بقى، بصوا التيجان بتاع جمال، يا شايفين يا جماعه جمال حنان عطيه واناقه جمال، يعني شايفين الاناقه والجمال. ومدي على شكل فرعوني شويه، بالظبط ده فرعوني. جميل ازاي بالظبط. وفي حاجات كتير قوي موديلات تاني، بس هو المهم ان احنا نختار ازاي. يعني اللي انا بحبه العروسه تختار ازاي تختار التاج بتاعها، ازاي تختار الكوتشي بتاعها او الشوز، او ازاي تختار طرحتها تكون مناسبه مع الدريس. قولي لي الصناعه بقى، صناعه التيجان مصري. الصناعه مصري، يعني انا لما بتكلم من بقول ايه مصري. طبعا احنا بنستورد بس الفصوص بتاعتنا، انما الشغل والورش بتاعتنا هنا احنا بننفذ فيها كل اللي احنا عايزينه، حتى لو ديزاين معين، حجم معين، الشكل معين، باسم، بحرف، باي ديزاين ان كان، بيتصمم معانا هنا. يعني احنا خلاص بقينا دلوقتي مش هيبقى كل التركيز على الاستيراد. يعني احنا لازم، احنا عندنا ورش كتير حلوه، عندنا صناعيه كتير حلوه، وعندنا فنانين كتير، مش شرط الاكسسوارات في كل حاجه. طيب خلينا نقول ان صنع في مصر، كل هذا الجمال صنع في مصر على يد سيده مصريه. بداتي من البيت يا حنان عطيه؟ خلينا نتكلم كده. طبعا بدات من البيت. بدأت كل اللي البيت. كانت بتستورده بدأت الفصوص. من البيت. بدأت من البيت تركيب، أدخل اللولي والاستراسات، طبعا بستورد كتير. وكان بدايتي قبل الشغل الاكسسوارات عامة، كانت بدايتي من الطرح. يعني أنا من سنين كتير بصمم طرح، لأن كان عندي أتيليه، فكنت بصمم. يعني أنا الأول كنا بنغلب على طرحة للفستان، لأن الفساتين اللي بيعملوها مثلا المصانع اللي بيعملوا الفساتين، أو الفساتين المستوردة ما بيجيش معاها طرحة، فكنا بنغلب عشان احنا اتيليه ان احنا نعمل. مين هيعمل لنا الطرح؟ لا، انا جبت، بقيت اجيب التول وتعلمت القص بتاعه وتعلمت. يعني سهل جدا. وري الكاميرا كده بتاعت سهل جدا ان احنا نحط حاجه في بالنا ونتعلمها. دي طرحه، طبعا دي الطرحه التقليديه. التقليديه دي طرحه ثلاث ادوار، تقليديه جدا جدا، لكن ما بتبطلش طبعا معانا. مفيش عروسه في مصر ما بتلبسش طرحه. بالظبط كده. دي طبعا انا مش جايبه طبعا كل الشغل. دي طرحه اسباني برضو بالجبير، تمام. دي طرحه بقى القص والشغل، الفصوص دي كلها، كل الفصوص دي هاند ميد. تمام. يعني كل شغل الطرحه دي تحفه، بالطول بتاعها زي ما احنا عايزين. طبعا بتعملها دورين او دور واحد. الطرحه دي تقريبا تقريبا 3 متر. الطرحه دي انا عاملاها بايدي، فص فص. يعني انا بركب الفصوص فص فص. فالحاجات الهاند ميد دي اصلا عشان تشتغلي فيها لازم كمان تكوني بتحبيها طبعا، ويكون في اللي بتشتغل الحاجات دي بالها طويل. بس سهل جدا ان احنا نعلم زي ما احنا اتعلمنا. يعني الموضوع مش عويص قوي. دي كانت بدايتي في الشغل الطرح العرايس. اول ما بدات ازاي اقص، اجيب توب تول واقص منه، ازاي اقص بدل ما اقص الطرحه، لان انا كنت بورد كمان الشغل بتاعي الطرح ده لمحلات الجمله. يعني بدايتي وبدات بيها اوزع كمان لمحلات الجمله اللي الناس بتشتري منها. تمام. فما كانش ليا اسم، بوزع بس تمام. اللي معروف المكان اللي الناس بتشتري منه، مش انا طبعا. بس في الاول والاخر ده شغلي، بقعد طول الليل اقص واعمل كله في البيت عندي. بعد كده بقى اتعلمت الشغل دوت اللولي. رائع. طبعا في منه من دخل اشكال كتير كتير جدا جدا. الكاميرا بتاعتي جايبه اهي حاجه زي كده. الله الله. الهربسات دي طبعا اشكالها، الهربسات دي كمان من ايام على فكره، ده الرومان كانوا من زمان بيلبسوا الكلام ده، والفراعنه. في التيجان طبعا. طبعا التيجان احجام منها كتير، احجام حسب بقى كل العروسه. ذوق عروسه. حسب ذوقها وحسب وشها، يعني هيليق معاها ايه.
حسب الطول بتاعها بينها وبين جوزها. العريس لو مثلا قصير مثلا او في طولها مش هيبقى مش المفروض هينفع انها تاج تلبس تاج كبير. عالي لا قوي، طبعا. فالمفروض تلبس حاجه سيمبل صغيره. ممكن لو مش حابه تاج هيبقى هربيس، طبعا اشكاله كتير جدا جدا الهربيسات. وراقي قوي. غير ان احنا ممكن بندخل فيها خامات كتير، يعني مش شرط لولي واستراس بس. طب ايه لا قولي في لولي، الخامات، انا عايزاكي في لولي وفي كريستال وفي فصوص في حاجة مجمعه. هنا فيها كريستال؟ طبعا يعني كل ده كده ده في كريستال كريستال مع اللولي، ده وده كريستال مع كريستال بس اللولي. ده؟ لا ده استرس المظاهر بس، انما ده الله رائع ده. ده كريستال بس، كريستال وداخله بس بعض اه الفصوص حلو عشان قوي. تدي معانا اللمعه بتاعته. الكريستال بيبقى هادي جدا، مع الرغم ان هو فيه لمعته قويه، انما حاجه هاديه وسيمبل قوي. فتقدر العروسه تختار اللي هي عايزاه واللي هيناسب بقى وشها. احنا بنقول الهربسات ما فيش مشكله، بتمشي مع اي وش، بتمشي مع شعر، بتمشي مع حجاب، ما انما تحلميش التيجان بالعالمية يعني. قلت كده مفيش مرة قلت نفسي أدخل معرض زي ما تراثنا في مصر هنا كان محقق نجاح رهيب. تورثنا. انا المفروض ان انا كنت هشترك في المعرض اللي فات، بس انا لقيت ان انا الشغل عندي مش كفايه المعرض كبير زي ده، يعني معرض تراثنا يتعود إن شاء الله. طبعا ملهوش حل، عالمي حاجه عالميه جدا. طبعا. طبعا استاذ طارق صبور مش قادره اقول على المعرض بينظمه ازاي، ويمكن انا كنت متواصله معاه ان انا كنت فعلا هقدم، بس لقيت نفسي ان انا لو هقدم في المعرض ده محتاجه كميه شغل كبيره، وده ما كانش متاح معايا. فانا ما كنتش عايزه اروح بس ان انا اعرض حاجات بسيطه انا عارفه ان بواقي انت عندي، حد لان انا مسؤول. يعني يعتبر متوقفه ليا فتره طبعا الكورونا دي كلها، لما وقفوا الحفلات وقفوا الافراح وقفوا الحاجات دي كلها، انا وقفت شغل ما بداتش يعتبر لسه، يعني كل الشغل ده عندي من الاول، يعني من حوالي 3 4 شهور. انما في الطبيعي انا بعمل شغل كتير، بعمل شغل طب باستمرار، اكتر انما شغل في بتحبيه الفتره ايه، دي ده ولا الشوزات اللي هي اللي بالورد وبوكيهات الورد، اني اللي بتبقي كل مستمتعه حاجة اكتر؟ بحب قوي أنسق بوكي ورد، بحب جدا أنسق بوكي ورد. الشوز والكوتشي دي بتبقى حاجة متعة وأنا قاعدة بعملها، يعني أنا ببقى مبسوطة في كل حاجة بعملها بإيدي يعني، وببقى مبسوطة إن العروسة مبسوطة، يعني العروسة لما بتاخد حاجتها وبتكون مبسوطة بيبان عليها في الفرح. عرايس كتير بتتواصل معايا يعني بيشكروني إن الحاجة كويسة، حلوة في التصوير، حلوة عليهم، الناس عجبهم اللوك بتاعهم في الاخر. وطبعا انا اللي يهمني ان العروسه تبقى خارجه كامله متكامله، يعني تمام. حتى لما بتجيلي براي مختلف عني بحاول اقنعها ايه المناسب ليها، لان انا لبست عروسه واثنين وعشره. انا طبعا اكيد. في مجال الفساتين وفي المجال بتاع العرايس معايا مثلا بتاع بقالي 15 سنه، يعني مش جديده، انما في مجال الاكسسوارات تقريبا 4 سنين. زي الطرح تقريبا بقالي ممكن 10 سنين بصمم طرح، وعندي طبعا تشكيله كبيره وقصات ده كتيره. حقيقي انا شفت بس ده. للاسف ان انا طبعا مش بجهز دلوقتي واركن في شغل لحد ما فتره الكورونا، لان كل دي خامات وفلوس وحاجات طبعا بتبقى مكلفه جدا، اني انا افضل اركن الشغل دوت تتمني الدولة تبقى عاملة ويكتر. لكم دعم، طبعا اكيد يعني انت نفسك ان اكيد. تبقي في دعم للهاند ميد عموما. احنا طبعا عارفين ان زي معرض تراثنا وفي معارض تانية كتير موجودة، بس احنا عايزين دعم اكتر للهاند ميد. يعني تعالي نقول الدعوة دي اللي انت تتمني ايه؟ يعني بتمنى ان يبقى في سبوت اكتر على صناع الهاند ميد. طبعا مش شرط الشغل بتاعي، في ناس كتير كتير مبدعين في الشغل بتاعهم، انا نفسي بشوفهم انبهر بيه. يبقى المعارض على الاقل. هنستأذنكم في فاصل ونرجع، استنونا. ولا اي كلام اتقال في حبيبتي وكفه، ده انا مصر حبيبتي في كفه وكل الدنيا في كفه. ناسها ولاد اصول من دم دول تربيت ايديهم، منين ما بروح بقول ده انا اهلي دول وبتباهى بيهم. وطبعا بتباهى بضيفتي العزيزه الجميله اللي بحبها جدا حنان عطيه، منورانا. اهلا وسهلا اهلا يا بيك. كلمي تاني على الاكسسوارز والست المصريه وجدعنتها وشغلها اللي يعني بنقول بنباهى بيه في الدنيا بحالها. مش عارفه اقول ايه اكتر من اللي انا قلته، بس يعني دي اهم حاجه، ان الست ما تبقاش قاعده في البيت وخلاص، يعني لازم تتعلم حاجه هتضيع من بيها وقتها وهتستفيد في وقتها. وفي نفس الوقت الشغل الهاند ميد ما يقتصرش على حاجه واحده، ده حاجات كتير جدا، بس لازم تكون بتحبها. يعني انا بدايه شغلي ما كنتش بحب الحاجات دي ولا اعرف حاجه عنها خالص، كنت مضطره، فانا لما اضطريت اشتغلت ولما اضطريت عملت. انما في يعني احنا عايزين الناس كلها ما تشتغلش لمجرد انها مضطره، اشتغل ان هي تستفيد من وقتها تحب ما تعمل لغايه ما حتى تعمل تعمل ما ما تحب. تحب. بالظبط كده. وفي نفس الوقت هتبقى بتعمل حاجه هتبقى فرحانه بيها، هتقدر تعلم كمان ولادها الشغل. الحاجات ديت حلوه جدا كمان، ان هي
تقدر تجمع ولادها يعني الست تبقى قاعده مع ولادها بيشاركوها في حاجه تمام. كويسه وحاجه مفيده. خلينا نقول ان حنان النهارده ادت لنا ثلاث اربع جمل كده يدرسوا يا جماعه والله العظيم. قالت لنا واحد ان المراه لازم تكون مراه عامله، وانا بشجع جدا المراه العامله. انت مش اوعي تفتكري ان انت الشيف شربيني، ربنا خلقك عشان تعملي رز وباميه وملوخيه خالص اطلاقا. انسي الموضوع ده. انت اكيد مخلوقه ليكي هدف. فلو كنت عامله، هي بتقول بدات حنان مضطره، لا انت لو اشتغلتي عشان تتسلي وعشان تكفي نميمه وعشان تضيعي وقتك في حاجه مفيده وعشان تبقي ظل راجلك وسنده وعشان تبقي بجد نص المجتمع لازم تكوني مراه عامله. فانا بحيي حنان جدا في الجمل دي وسعيده جدا بالجمل اللي هي قالتها. انا على فكره مش هقلع التاج، ان انا حاسه ان المراه المصريه هي تاج على راس المجتمع والله بجد، مش عشان انا طبعا عشان ست يعني لا، بس بجد الست المصريه تحترم وتكرم. يعني هي نص المجتمع، بس هي بتربي وتلد وبتتعب مع النص التاني، فهي المعلمه والطبيبه ويعني وكل حاجه دلوقتي، حتى سواقة التوك توك والميكروباص سيدات. فعودا حميدا بقى اتكلمي يلا على الاكسسوارز. هنقول ان لازم زي ما قلنا كده كل يعني ربة اسره ممكن تقدر تستفيد تقريبا من وقتها. جاي لنا اتصال. الو معانا استاذه مي. الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه دعاء اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير نحمد ربنا الحمد لله. الحمد لله حبيبي. معلش ممكن اسال سؤال للضيفه؟ اتفضلي. تمام. كنت عايزه اعرف بس الفرق بين الهاند ميد والجاهز، والاسعار برضو تتراوح عن كام؟ يعني تكون تعرف حنين يعني كده نعرف نشتريها ولا تبقى غاليه؟ لا بصي، بالنسبه للجاهز ان انت هتلاقي منه كتير في السوق، يعني القطعه هتبقى مثلا في منها قطعه واثنين وثلاثه وعشره والف، لان احنا ما فيش حد بيستورد قطعه، فبيبقى حاجه منتشره. لما نيجي نتكلم على الهاند ميد ممكن تلاقي القطعه بتاعتك مميزه، القطعه اللي انت عايزاها، القطعه اللي انت بتطلبيها، روحك فيها وروح لحد اللي صممها لك، متصممه ليكي مخصوص. فدي ده الفرق بين الهاند ميد وبين الشغل اللي هو الجاهز. نشكرك يا مي على اتصالك. بالنسبه للاسعار اكيد في فرق اسعار، في اسعار بالنسبه للمستورد حاجات قليله جدا في السعر، وفي كواليتي بيبقى عالي جدا وغالي جدا. نفس الحكايه في الهاند ميد، انت بتعملي حته حاجه ليكي، فمش هتستخسري ان يكون سعرها غالي، لان الايد اللي بتعملها بتعملها علشانك. طب انا هسالك سؤال، انا كدعاء بقى واجهته، في ناس بتلهث لهس كده ورا البرندات، انا هشتري حاجه ايطالي، لا 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 انا هدور على حاجه اوروبي، مع ان المصري بجد يعني انا عايزه اقول مشكله القطن احنا اللي زارعينه، وما تزعلوش من الجمل اللي هقولها، انا هتكلم بقى ببادي. القطن احنا زارعينه، زرعتنا هم ياخدوه يرجعوه لنا، مش هقول لكم بقى فانيلات وايه. لا احنا لكن دلوقتي يعني حرام. لا احنا دلوقتي احنا لسه بنستورد طبعا، وفي حاجات مش هنقدر نشتغلها لان مفيش تصنيعها هنا، انما احنا نقدر نعمل ايه، احنا بنستورد الماتيريال نفسها زي الفصوص، الاسترسات، اللولي، الحاجات دي، انما احنا نقدر نشكلها هنا بروحنا المصريه وبايدينا المصريه وتطلع حاجه حلوه وتشرب بلدنا. طب ما تيجوا نشوف شغل حنان عطيه كده يا جدعان، تمتعنا شويه ان شاء الله. عجبني قوي الشغل الفصوص جدا، وان انت عامله جزء فرعوني وحبه روماني، لا حلو جدا امتعتينا يعني. الله الله ايه الحلاوه دي. التاج ده انت كنت عارضاه في معرض تقريبا او حاجه؟ لا بصي التاج دوت بقاله فتره كبيره جدا جدا، وتقريبا احنا ما بنحاولش نعمل موديلات متكرره كتير، بنعمل الموديلات لازم تكون فيها اختلاف، وفي نفس الوقت كل وقت بيبقى فيه موديلات مختلفة أكتر. تمام. طب ده إيه يا حنان؟ ده كريستال؟ ده لا مفيش كريستال فيه خالص، التيجان معظمها بتبقى فصوص استرسات، وبتبقى الماتيريال بتاعتها بلاتين. تمام. وبتتلي بطبقة البلاتين عشان تدينا لمعة، إنما في ناس بتطلب التيجان بتاعتها عشان تحتفظ بيها فترة أكتر بتطلبها فضة. تمام. فحتى لو الساك فضه بنضطر بعد كده نديله بلاتين عشان يبقى. الو نقول الو معانا تليفون استاذ هشام السبكي. اهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك في برنامج كله بالمصري، منورنا يا استاذ هشام. والله النور نور حضرتك، ربنا يخليك يا رب منورنا يا جماعه. النور
نور حضرتك. والله اللي طبعا الشغل بتاع الاستاذه حنان، تحياتي الاستاذه حنان طبعا. شكرا لحضرتك. شغلها مبدع وفي تميز عن الشغل طبعا اللي في السوق، فانا بحييها وشغلها اكتر من رائع، ويا رب موفقه دايما كده في اللي جاي. ميرسي جدا جدا، وشكرا على اتصال حضرتك، والف شكر ليك. ميرسي على اتصالك، وتابع بقيه الحلقه مع الهاند ميد وصانعه الجمال كله حنان عطيه. بجد حنان انت ممتعه وشغلك حلو جدا، في لمسات، انت جامعه ما بين الفرعوني والروماني. كل تاج ليه مذاق خاص، يعني انا لبست كذا تاج، كل تاج اداني شكل. هو اكيد كده. انا عايزه اقول لك ان في ناس كتير قوي قوي قوي، يعني اول ما بدات وطلعت شغل كتير كان عندهم شك كبير ان انا مش عارفه، مش باين عليا ان انا اقدر اشتغل. لا، انا بمسك الكوتشي وبمسك الجبرات اللي بشتغل بيها والفصوص واللولي، وبشتغل وبتمرمط، وكان عندي المحل بشتغل فيه وبتمرمط. في ناس كتير قوي واخدين اني انا يعني ماليش في الشغل ده، بس بالعكس. مفاجأة، اقسم بالله تتفاجئي على الهوا وهتضحكي وهتتبسطي. معانا ومعكم الاعلاميه الجميله ايمان حجازي، مداخله تليفونيه. اهلا وسهلا. اهلا يا دودو، احلى اعلاميه منوره الشاشه. والله العظيم ثلاثه احلى اتصال. احلى مفاجاه. احلى مفاجاه حصلت معانا الاعلاميه الجميله. منورين حبيبتي. حنان قلبي حبيبتي، منوره حبيبتي يا ايمان، حبيبتي حبيبتي يا قلبي. جميل. انا عملت لكم بص بقى احلى رفت مباشر على الهواء. ما نتحرمش من احلى اصدقاء يا رب الى يوم الدين. يا رب تحرمش منك ابدا يا رب، وربنا يخليكي ليا ويخلي اسماء ليا، وربنا يديمنا صحبه حلوه كده ان شاء الله. ومبروك على البرنامج بتاعك ان شاء الله، من في تقدم لتقدم تاني. برنامج خليكي هنا، ربنا يوفقك يا رب يا ايمان، ومن تقدم لتقدم باذن الله. منورانا في اتصالك الرائع يا حبيبي. والاعلاميه الجميله دعاء منوره، خليتيني كله بالمصري منور الدنيا. خليتيني ارتبكتي يا ايمان، ما كنتش متوقعه المكالمه الحلوه دي. ده احلى حاجه في الدنيا الصداقه الدائمه دي. جميله، ربنا يديمنا يا رب. يا رب حبيبتي، ربنا يخليك. لا، ده احلى حاجه في الدنيا الصداقه، والصداقه اللي بتقوم على العمل الصالح زي شغلنا ده كده، دي حاجه يعني اعتقد ان احنا نبقى فخورين جدا بيكي وبايمان. انت حبيبتي يا دعاء، ربنا يخليكي. ربنا يديم المحبه ما بيننا يا رب، ويوفقك ونجاح لنجاح يا رب. ربنا يخليكي يا رب. واحنا عشان البرنامج قصده كله بالمصري، يعني بيحط الضوء على خلي الصناعه المصريه. احنا بقينا مفتقدين صنع في مصر، جمله تستحق ان الاذان عايزين ودنا تسمعها. والله بس يعني هنسمعها ان شاء الله، ان شاء الله جائحه كورونا تنتهي على خير، وبلدنا ترجع بقى زي الاول واحسن، ونبقى زي ما احنا اتكلنا في الفتره اللي احنا قعدنا فيها دي، ان احنا نشتغل في بيتنا ونصمم، وان احنا خلاص قاعدين في بيتنا وقت فراغ كبير عندنا طبعا. بالنسبه لنا لا خروج ولا كافيهات ولا مروح ولا مجاي، لا نقدر نستغل الوقت دوت ان احنا بنشتغل في حاجه نتعلمها ان شاء الله. لما الدنيا تتفتح هنبقى خارجين منها لاحسن من الاول بكتير، وان شاء الله يبقى معانا شغل اكتر من الاول بكتير، وتتفتح المعارض لينا، ونقدر نسوق شغلنا بره مصر وجوه مصر. أكيد. وانا سافرت على فكره، سافرت العراق بالشغل بتاعي، وسافرت البحرين بالشغل بتاعي. ايوه، ما انا قاعده اجرك بقالي ساعه عشان تقولي يا بنتي قولي بقى. انا عايزين نعرف ان الشغل ده سافر فعلا بره مصر. سافر بره مصر، ومثل مصر في دول ثانيه. ايوه كده، الحمد لله. سافرت مع صاحبتي، وكانت بتعرض برده اكسسوارات عاديه، وخدت الشغل بتاعي. تمام. عايزه اقول لك الكوتشيهات بالنسبه لهم، انا كنت عارضه بره مصر الكوتشيهات وبتاع، كان بالنسبه لهم بيمشوا يتفرجوا وينبهروا عليها. العراق بالاخص البلد دي بنتي ما شاء الله. تليفون هنقطع. الو استاذ احمد سعيد. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منورينا البرنامج كله بالمصري. ايه المفاجاه دي؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايز اعملها مفاجاه، الاسم ما يتقالش، بس كده حرقت الموضوع على الهوا. دي احلى مفاجاه. اخبار حضرتك ايه؟ بالتوفيق دايما يا رب. أحلى مفاجأة النهارده، اليوم كله مفاجأة جميلة ومكالمات جميلة. على فكرة، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله، منورة الدنيا كلها، وشغل ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا مستر أحمد. أكثر من رائع. ربنا يخليك يا رب، ومش قادرة أقول لك مبسوطة بالمكالمة دي إزاي. اليوم النهارده جميل جدا جدا إن أنتم مشاركيني فيه حقيقي. والله أنا سعيدة جدا بجد فعلا. بالتوفيق دايما يا رب، ودايما منوره الدنيا كده. ميرسي ميرسي يا مستر احمد، متشكره جدا لذوقك ومتشكره لاتصالك. نشكر ضيفنا العزيز، ونرجع للجميله حنان عطيه.
انا نسيت أنا كنت بقول ايه. انت بتقولي سافرت العراق، انت سافرتي فعلا العراق؟ دي كنت انا الفتره دي انا كنت معاكي يعني كنا متواصلين مع بعض. احكي لنا بقى التجارب دي، الناس عايزه تسمع، الناس عايزه تعرف الحاجات دي. سافرت مره مصر. العراق جميله جدا، والشغل كان فيها حلو جدا 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 ما شاء الله. تمام. والغريب اللي انا كنت رايحه، دي كانت اول تجربه ليا، الغريب ان انا لقيته ان الناس هناك ممكن بالنهار يلبسوا سواري. العراق ناس كتير يعني المعارض كانت بتيجي، الناس بتدخل لابسه سواري. بالنسبه لهم من التيجان دي ممكن يتخرج بيها عادي، الاحجام الصغيره دي بتخرج بيها عادي، مش شرط افراح. والله ما شاء الله. يعني كان مثلا ممكن وانا عارضه الشغل بتاعي بنوته صغيره مثلا 12 13 سنه عجبها التاج، بتاخده بتلبسه بتخرج بيه، مش بيتشال مناسبه زي عندنا. احنا عندنا الحاجات دي مناسبات، انما هم الحاجات دي عندهم بالنسبه ليهم عادي جدا. طبعا الحمد لله. طب انا يا جماعه والله العظيم الواحد ما عارف يقول ايه يا بنتي، ومعانا احلى حد في الدنيا اسماء سندريلا منورانا يا حبيبتي. الو حبيبتي يا دعاء، مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك وكونجراتيليشن. والله ما عارفه اقول ايه. بتضحكي ليه؟ منوراني والله، ده انا سعيده والله العظيم، مبسوطه جدا اسماء. عايزين والله انا سعيده بيكم، والله فرحانه جدا باتصالكم، والله سعيده جدا اسعدتوني. المفاجآت الجميله دي معاكي حنان عطيه. معاكي حنونه. ايه حنان ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ احنا ما بنسيبش بعض. عايزينك ازاي عشان يا رب دايما. ربنا معاكي حبيبتي، والف مبروك ودايما في تألق يا رب. حبيبتي يا سمسمه، حبيبتي دعواتكم دي حلوه قوي والله العظيم، احلى حاجه دعوه الناس. ودي من المحبه ما بيننا والله العظيم. حقيقي مش كنتش متوقعه الاتصالات دي كلها. لا لا لا، ليه تستحقي. ليه ده؟ انت حبيبتنا يا حنان، وانت حد جميل جدا، وانت حبيبتي ودعاء جميله. ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليك يا اسماء يا رب، ويديمها نعمه يا رب. حبيبتي يا ربنا يخليك يا اسماء يا روح قلبي. عايزه اقول لك فاصل وهنرجع مع الجميله حنان عطيه، تابعونا في برنامج كله بالمصري. الله عليكم رجاله من الالف للياء، ومعانا ستات ب 100,000 راجل. تعرف تشتغل، تعرف تطلع منتج يسافر بره مصر، بيلفوا الدنيا بمنتجاتهم. صناع الهاند ميد الحقيقه لازم يسلط عليهم الضوء. ومعانا ومعاكم حبيبتي الجميله حنان عطيه، العروسه لابسه تاجي ما شاء الله عليها. انفع بوظت الحلقه. بدور على عريس انفع. انا عايزه تقولي ثلاث تجارب في السفر. سافرتي الفرات، سافرتي العراق، قعدتي فين في العراق؟ سافرت العراق في اربيل. اربيل، احكي لهم بقى تجربه اربيل وانقلي على اليمن. سافرتي ايه تاني؟ لا البحرين. البحرين. البحرين حلو. بصي في كلتا الحالات السفر والتسويق وان احنا نعرض شغلنا او نشوف الشغل هيمشي في المكان ده ولا لا، دي كانت حاجه كويسه جدا. فاحنا بنشوف ايه اللي يمشي هناك وايه اللي مش بيمشي هناك. يعني من اول تجربه ليا عرفت انا ممكن لو هكرر الموضوع ده تاني وهسافر بره وان شاء الله هيحصل، ان شاء الله ايه اللي اخده معايا وايه اللي استبعده. تمام. في حاجات بينبهروا بيها انما ما ينفعش يستخدموها. بيستغربوها زي الكوتش بتاع العروسه. عاجبهم جدا بس ما بيلبسوش كده، انما مستغربينه. انما ايه اللي بيمشي هناك؟ الهربسات، الحاجات الصغيره زي اللي بتتحط في الجنب كده للشعر، زي اللي انت حطاه كده يا دودو. ده كريستال مع لولي. في حاجات كريستالات بس، في حاجات لولي بس. الحاجات دي كلها ممكن تمشي هناك. التيجان طبعا في كل بلد طبعا ليها التقاليد بتاعتها والاستخدامات بتاعتها والافراح بتاعتها ومواعيد افراحها. تمام. بالنسبه للبحرين انا لما رحت هناك كانت يعتبر داخلين على كورونا. فكانت الدنيا مش متظبطه قوي، يعني كان احنا نفسنا اول ما رحنا طبعا كنا مستغربين الناس اللي نازله بماسكات في المعرض. والمعرض الاقبال عليه ما كانش زي قبل كده. اما انا سمعت طبعا، انا ما كنتش رحت، كانت اول برضو تجربه ليا، انما على ما سمعت ان هو كانت اقل، ان كان جائحه كورونا بدات واحنا بره. تمام. احنا للاسف هنشكر، يعني مش عارفه الوقت جري بسرعه ليه كده، والله ما حسيت بالوقت ولا يعني. حلقه ممتعه وجميله مع حبيبتي الجميله حنان عطيه. لكن نصيحه من برنامج كله بالمصري، حافظ على نفسيتك وانت قاعد في البيت. نفسيتك لازم تكون مطمئن النفس، يبقى عندك ثبات انفعالي، ده اهم بكتير، لان ده هيساعدك انك تحافظ على صحتك جدا. سعدت جدا بلقاء الجميله حنان عطيه وصناعه الهاند ميد، واتمنى يا رب تكونوا. عايزه دقيقه بس مش هقطعك. طب خدي دقيقه. عايزه اقول
الجورنالجيه هبه فرج كل سنه وهي طيبه وانا والله بمناسبه عيد ميلادها، وعقبال كل سنه. وعايزه اقول ايه، اقولها لك بالمصري، كل سنه وانت طيبه، وبالانجليزي هابي بيرث داي، وعقبال 100 سنه وانت صديقتنا وحبيبتنا، وربنا امين يا رب يسعد قلبك، العالمين وان شاء الله السنه الجايه تبقى احسن من السنه دي. بالظبط كده، انا بعيد على برضو هبه واقولها كل سنه وهي طيبه، وعلى كل الناس يا رب تبقى صحتكم في اتم صحه واحسن حال، وربنا يبارك في صحتك، دي اهم حاجه ان يبقى صحتك فيها بركه. وحافظوا على نفسكم، لانكم انتوا نواة الوطن، ومن غيركم الوطن مش هيقوم، شبابا رجالا نساء دمتم لهذا الوطن. وسعدت بكم على مدار الساعه ولم اشعر بهذا الوقت الجميل، وارجو اكون ضيفه خفيفه عليكم في برنامجكم كله بالمصري، والى لقاء جديد ان شاء الله. مع السلامه.